هنا بقى معانا منظم الاكسسوارات والمكياج تركي نادر قوي قوي، ما عادش موجود اصلا الشغل التركي ده، ما عادش موجود، وخصوصا الماركه دي ماركه ايراك، حلوه قوي قوي قوي. ده شكله على الكرتونه، وهخرجه من الكرتونه وهتشوفوه درجه، ده هو اصلا اكليريك، ودرجه الاكليريك بتاعته تحس ان قطعه من الكريستال. هنا هو برده على الكرتونه، معناه ان ايه الادوات للمكياج تنظمي فيه كل حاجتك. مقاسات بتاعته برضو هنا قدامنا اهي، ارتفاعه كده 18 سنتي، كده 14 سنتي، وكده 24 سنتي. هنفتح ونشوفه من جوه الكرتون. بسم الله. وهنا تركي تمام، والباركود لا خامة، بسم الله ما شاء الله، منتج اصلي. هنا اراقة هو ما عادش اصلا حاجة اسمها اراقة، هتلاقيها دلوقتي موجودة اصلا، شغل كده نادر لما بنعرف نلقطه ونجيبه. بسم الله توكلنا على الله. في شكل الكرتونه، نفتح كده ونشوف. اولا بتبقى اول طبقه، دي اول طبقه، انا عايزاكم بس تشوفوا كده درجه الكريستال. ده اكليريك، ده اكليريك اللي يشوفوا القطعه من الكريستال. حط الجزء الثاني كده، بقى ده قطعه من الكريستال، لان درجه النقاء بتاعه الاكليريك حلوه قوي قوي قوي. يعني في من ده الصيني، في منه المصري، اللي بيفيد عندنا بقى درجه نقاء الكريستال. غير كده كمان انه مقاوم للصدمات، يعني لو وقع هيستحمل معاكي. الجزء ده منفصل عن الجزء ده، كل جزء لوحده، ده لوحده تمام، وده لوحده. عايزه تحطي ده لوحده كده، هيتحط جنب بعضه، هتحطيه جنب بعضه تمام. عايزه تحطيه كده كزاويه فوقه هتحطيه، عايزه تحطيه عدل عليه هيتحط اهو. ده اول حاجه، شايفين عدد الخانات؟ كل ده طبعا للميك اب بتاعك والاكسسوارات بتاعتك. هنا فتحات اهي، كل دي فتحات، دي اهي شايفه عدد الفتحات، بسم الله ما شاء الله. نيجي بقى للادراج، الدرج بتاعه شايفين درجه نقاء الكريستال بتاع الدرج وجماله، خفيف جدا جدا، درجه الاكليريك بتاعته تحفه، مقاوم للصدمات. هنا في اتنين درج هم منفصلين تحت اهم، انا عايزه اطلعهم خالص، اتنين درج هم منفصلين، هركبه تاني برده كده ونشوفهم. انا بس حبيت ان انا اطلعه خالص عشان تشوفوه اهو. هذا درج، وده التاني، وده الكبير اللي فوق. حط المشاط بتاعتك، حط الميك اب، حط الاكسسوارات براحتك. ده احنا منزلينه، ده ب 450، لا انا منزلهولك ب 290، يعني ده ب 450 انا منزلهولك ب 290، يعني هيعتبر ببلاش. ده جزء اهو، وده الجزء الثاني، وقلنا ده التركي الاصلي، مش لا الصيني ولا المصري، ده التركي الاصلي الاكليريك. احنا قلنا ده التركي يا جماعه، التركي الاصلي، التركي الاصلي المقاوم للصدمات، التركي الاصلي المقاوم للصدمات. ده مش مصري وماهوش صيني، نازل منه المصري، نازل منه الصيني، لا احنا منزلين التركي الاصلي ماركه ايراك، مقاوم للصدمات، ما عادش موجود دلوقتي، منزلينه ب 290 جنيه بس من اصل 450، يعني يعتبر كده ببلاش لصاحب النصيب اللي هيفوز بيه. شايفين شكله على الكرتونه؟ شايفين شكل الجمال؟ حاجه كده من الاخر. منتظرين طلباتكم على الواتساب، او تتفضلوا تنورونا داخل معرضنا بمحافظه دمياط. السلام عليكم ورحمه الله. بقى ده قطعه من الكريستال، لان درجه النقاء بتاعه الاكليريك حلوه قوي قوي قوي. يعني في من ده الصيني، في منه المصري، اللي بيفيد عندنا بقى درجه نقاء الكريستال. غير كده كمان انه مقاوم للصدمات، يعني لو وقع هيستحمل معاكي. الجزء ده منفصل عن الجزء ده، كل جزء لوحده، ده لوحده تمام، وده لوحده. عايزه تحطي ده لوحده كده، هيتحط جنب بعضه، هتحطيه جنب بعضه تمام. عايزه تحطيه كده كزاويه فوقه هتحطيه، عايزه تحطيه عدل عليه هيتحط اهو. ده اول حاجه، شايفين عدد الخانات؟ كل ده طبعا للميك اب بتاعك والاكسسوارات بتاعتك. هنا فتحات اهي، كل دي فتحات، دي اهي شايفه عدد الفتحات، بسم الله ما شاء الله. نيجي بقى للادراج، الدرج بتاعه شايفين درجه نقاء الكريستال بتاع الدرج وجماله، خفيف جدا جدا،
درجه الاكليرك بتاعته تحفه، مكون للصدمات. هنا في اتنين درج هم منفصلين تحت، انا عايزه اطلعهم خالص، اتنين درج هم منفصلين. هركبه تاني برضو كده ونشوفهم، انا بس حبيت ان انا اطلعه خالص عشان تشوفوه اهو. ده درج وده التاني وده الكبير اللي فوق. حط المشاط بتاعتك، حط الميك اب، حط الاكسسوارات براحتك. ده احنا منزلينه، ده ب 450، لا انا منزلهولك ب 290، يعني ده ب 450 انا منزلهولك ب 290، يعني هيعتبر ببلاش. ده جزء اهو وده الجزء التاني، وقلنا ده التركي الاصلي مش لا الصيني ولا المصري، ده التركي الاصلي الاكلير. احنا قلنا ده التركي يا جماعه، التركي الاصلي، التركي الاصلي المقاوم للصدمات، التركي الاصلي المقاوم للصدمات. ده مش مصري وما هوش صيني، نازل منه المصري نازل منه الصيني، لا احنا منزلين التركي الاصلي ماركه اراك المقاوم للصدمات، ما عادش موجود دلوقتي، منزلينه ب 290 جنيه بس من اصل 450، يعني يعتبر كده ببلاش لصاحب النصيب اللي هيفوز بيه. شايفين شكله على الكرتونه؟ شايفين شكل الجمال؟ حاجه كده من الاخر. منتظرين طلباتكم على الواتساب او تتفضلوا تنورونا داخل معرضنا بمحافظه دمياط. السلام عليكم ورحمه الله. عايزين تفاعل معانا اكتر واكتر، لو انت معانا متابعانا على قناتنا على اليوتيوب فعل الجرس، عشان اي منتج نوصله او اي منتج بمعنى اصح ننزله يجيلك اشعار بيه وتشوفيه. احنا بننزل حاجات وفرص وعروض ما بتتعوضش. ما تنسيش انك دايما اكتبي تعليق يشجعنا ان احنا نصور اكتر واكتر. احنا بنحب التعليقات، سواء بالتعليقات اللي بتفرحنا او التعليقات السلبية برضو احنا بنتقبلها.